يتحدث أنه كان قاسي صعدتم على أكتافنا بهذه العبارة؟ لا هو هذا صحيح، صعدوا على أكتافكم؟ يعني أنا ما قلت شخص واحد، ماكو شخص، لا في أناس صعدت على أكتافنا وحسبت الإنجازات، إذا كانت إنجازات في زمننا فنحسبت لهم، وإذا كانت إخفاقات فكانوا اللاعبين السبب وليس المسؤولين. لكن هي تذكر وما تذكر هي الاتجاه، السهم رايح للاتحاد العراقي لكرة القدم. لا لا لا، مو بس للاتحاد، ليش أنت اليوم من تفوز المنتخب من يفوز كذا سياسي ينتظر الفريق ويكرم وينطي ورد وينطي ممكن هدايا، لكنه بالأخير هو أنا أعتقد في وجهة نظري الإنجاز يحسب للاعب والإخفاق يصير على اللاعب، هو أنا أعتقد الأصلح أنه الكل في الإخفاق الكل تتحمل المسؤولية.